لمتابعة جميع دروسي في القناة، المرج الضغط على صورتي ثم كلمة فيديو فوق الخلفية الزرقاء لتظهر قائمة كل الدروس. دابا من غادي تسنى مازال ما تزرعش، من غادي تخرج هكا ولا يمكن تخرج نخرج من هنايا. يلا غادي كيفاش باش تعرف راسك غادي تدوري تخرجي نخرج حتى للخارج. حسي بهذا البوطو هذا، هذا العمود هذا شتيه هو هذاك تحت ديال العمود الاخر يغباليك، عاد بدي تدوري. واخا ما تدوريش خلينيش تحيه، دوري دابا مزيان، دوري مزيان حيل هاك زيدي شويه غادي ترجعي حيت البلاصه مضيقه. بارك الله بيان فران. يلا قبل هذاك قبل الفيتاس اش خصنا نديرو؟ خصنا ندور سونس كونتر. دورت المره الاولى الله عند الديتكتيف تتصوني ياك، رجعي بشويه عليك، شوفي المرايه، شوف المرايه اللي حداك مليح. بارك عاد بارك دوري سمعتيه. هذا هو المشكل، تيكون في الكراج تيكون تحت ارضي شويه، زير نمبري شويه هكا يا صافي. بارك كبري الدور حيت لسه ما بقيتش تدوري بزاف يا تدت قد اون فاستك. رجع لك شي دورتي، زيد دوري لك شي بارك سيسي فران. يلا انا بشوية عليك هالمرايات تيبانو لك كاملين، خلي الرواية العجلة حطي يدك باراليل، ما عمرك ما ديري هكاك، رجعي بشوية عليك فراني. بارك يا راجل زيد قدام، زيد واحد شوية قدام. علاش غادي نزيدو قدام؟ تسنى باش تفهمي علاش باش نرجعو. ايه ولكن اش لي علاش لي خلانا ندير هكا هاد يلا يغبى داك تحت ديال الحيط. بارك عليك يا لا ديما هادي ديما هادي البلاصه اللي دورتي لها. دوري دوري كلشي راه عندنا دابا التسع بلاصه اللي دورتي المره الاولى تدوري العكس، زيد دوري يلا خابي. دابا تشوفي الحيط اللي حداك بارك خابي، دوري الحيط واحد شويه زيد صافي. يلاه رجعي دابا شويه عليك زيد. لا لا بالعكس سونس كونتر دابا هاكلك كيف توجهي الطوموبيل لهاد الجهه غدوري العكس شويه عليك. بارك عليك بارك دوري الهي عندك تيلي كوموند ياك صافي ولا ما تحلش لا مازال تقدر توجهي الطوموبيل ديالك ديري بريميير وقاد ديرك الميليو ديال الطلع يتقد معاك هاي تقد. بارك فراني فراني دابا قد الروايت واحد جوج السلام عليكم مدرب السياقة بالغازي شعيب. السياقة في المرآة تحت أرضي، غادي نفصل من الآخر ما نطولش عليكم. إذا هنا قبل ما تسوق لازم شروط وخطوات يتبعها السائق المبتدئ، لأن السياقة في المرآة تحت أرضي صراحة ما سهلاش، إذا دائما خص يتبع هاد الشروط والخطوات. اولا الشروط، خص الخوف والتوتر يكون قليل الى منعدي. ثانيا التحكم في الدواسات، بمعنى خص تكون المرونة في الحركة مع الدواسات. ثالثا كنصنف النوع ديال السياره اللي تنسوق، واش هي ايسانس ولا مازوت،
باش نعرف كيفاش نتعامل مع الإقلاع، أو الإقلاع يعني الصعود إلى مرتفع المرآب. باش ما نطولش عليكم، غادي تدخلوا للدرس الثاني باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع هذه العملية هذه. رابعا، حصار اليد. دائما تنوصي خص يكون في حالة ممتازة، أو على الأقل حالة جيدة للضرورة، لأن ممكن تحتاجه. الخطوات، شنو هما الخطوات اللي غادي نتبع؟ أولا، الإقلاع الجيد، بمعنى خص تكون الانطلاقة مضبوطة ومركزة، والضغط تكون كافي حسب شكل المرتفع ومخرج المرآب. ثانيا، في حالة الارتباك، مثلا السيارة فاش تكون طالع بها وقع مثلا، يعني ما كانش الانطلاقة مضبوطة ومركزة، وصلتي حتى الوسط ديال الطلعة وقفت لك السيارة، إذا اش غادي نعمل في هذه الحالة؟ غادي تشوفوها في الدرس العملي. ثالثا، كندير واحد التقييم، وكنشوف نعرف اشنو المساحة والأعمدة اللي كاينة في هذاك المرآب، لأن هنا هذوك الأعمدة تدير لي العرقلة في المناورة، وهنا تيكون إشكال، ما تعرفش السائق فين غادي يدور وكيفاش، واش يزيد لقدام ولا يرجع للور. رابعا، الحذر عند نهاية مرتفع وباب المرآب. علاش؟ لأن هنا ممكن أي راجل أو شي دري صغير تيلعب ما يردش البال لهذاك الضوء ديال التحذير، تيبين بلي راه شي سيارة طالعة من المرآب، هذيك لا سيغان. وهنا السائق إلا ما كانش عنده هذيك الخفة، هنا لا سمح الله تيوقعوا المشاكل. إذا هنا خص في اللحظة فاش يقرب الباب يكون موجد، باش يعرف في حالة إلا كان مثلا شي راجل يعرف كيفاش يفراني ويدخل في آخر لحظة. إذا هاد الشروط والخطوات خص السائق يتبعهم. غادي نمروا الآن للدرس العملي باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع مرآب تحت أرضي. هذاك السيران اللي كاين فوق ما تيديرش، ما تيديكلاريش بالصوت، صافي. خصهم يديروا في هذاك الجناب ديال الحيط، يديروا لهم شي حديد بحالكم، باش ما صعيب بحالكم، عرفتي؟ علاش مع دابا هنا كاين لالتيتيود العلو، خصك ديري صافي. الدراري الصغار، لكن اوروزمون دابا يلاه قد يديك، ما يديك باراليل، يلاه هز نومك، سيري سيري. بارك عليك، شفتها كي دايره بحال البوينغ بغات ديكولي. خلينا عندي، يلاه غنعاود دوري عندك، نعاودو بالهبطه ونعقبو تاني نعاودو، هذا هو اللي مهم. نعاودو نهبطو؟ خصك تريني عليها، وصعيبة واش ماشي ساهل هادشي. انا غادي سيغتان طون غنمشي في حالتي، واش غتدي تحيطني باش نخرجوها؟ رجع عندي لهنا، خلي زيد ها خليتها تدي طوموبيل تاعها حل، نعاود واحدة اخرى تاني. بارك ياك، عارفة دابا السيستم. هاي يلا هنا تبقاي فران بهاد الطريقة هادي، تخي بيان، ما تلقيش بزاف، عا باش تحرك، ها خففي ماشي تلقي، خابية رامي ديما باركة في، لا زربتي قلت لك ما تلقيش، لأن عندك هاديك حابسك والدورة غتكون شوية كبيرة. لا دوري دار، راه تفلتي بشوية خاصها تولي تكتري لك الخدمة بزاف، شوية فراني فراني، راه ما غادي توصل، شفتها؟ راه فاش تقربي للهبطة خاصك تفراني مزيان. يلا دير مرشا، يلا باش غتعرفي راسك، زيد بارك عليك. البارشوك يبان لك، البارشوك ولا داك البلاكة ديال التسجيل، يلا دوري عندك ديما، الفومو هي الأولى. زيد كل شيء، اش قلنا القاعدة؟ الفومو هي الأولى، عاد راه شرحتها في الدوميتو، ديما الفومو عاد الفيتاس. يلا دوري عندك، قد يديك ديما باراليل، ان بو كارتي،
زيد فوالا شعل داك الضو باش تبان لك الطريق. يلا سير شويه فين واش هاد البلاصه الطوموبيل كاع ها زيد زيد نقدروا ندخلوا؟ ها داخلين داخلين خيرين. شوف هاد الكوتا راك تسع خليك يلا دوري عندك خلاها خلاها يلا دوري عندي هنا مزيان زير لومبرياج زير لومبرياج فراني دار زيد شويه تخي بيان زيد 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 اوب اوب تخي بيان قد الرويض الريفليكت تبارك الله راه ولا عندك مزيان واحد جوج صافي سي سي يلا مارش اريال تسني دابا اش قلنا في القاعده تسني تسني ما تزربيش اذا بغينا نخرجوا من هنا اشنو لي سيستم تنتبه بحال خارجين شي كراج فيه الحيط يبان لك البوطو فوالا القنت ديال يلا يبان لك هذوك الاعمده بحال الباب ديال الكراج شويه هاي يبان لك هنا فراني سي سي دابا فين غادي نمشيو غادي ندوزو اذا فين غندورو سونس كونترير يلا دور كلشي يرضي عليك يلا سير دابا عينيك شويه لا لا فراني فراني شوف فاش يكونوا عندي الحواجز ديال هاد الاعمده هادو خصني ما نمشيش بالشويه السير البطيء الممل يعني بحال غادي فوق البيض غير بالشوية لان تقدري اقل حاجه تديرها بحال شوف هنا شوف 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 شتي تقريبا يلا زيدي بشويه بشويه هوب يلا دوري دابا عندك لافونتاج اللي عندك هاد لو سيستيم هذا تتسمع ديري با تيغبى لك هذاك البيض بارك عليك بارك تخي بيان نعاودو لا اش قلنا اش نسبقو ديما الفولون هي الاولى هكذاك يلا يرضي عليك يلا سير تخي بيان يلا دابا عاد الفيتاس يلا إنا كنت قريب هذاك اللي حداك لا ديري مارشارين ولا هذا اللي عندي إنا كنت قريب هذاك اللي لهي ولا لهنا تسنى ما تزيديش إنا كنت ديال الطوموبيل قريب الجهه ديال اليسار ولا هذه الجهه هذه قريبه للحاجز ديال البوطو ما فهمتش دابا الطوموبيل كاين تسع تماك من حداك من اللور وهنا لا مضيق مضيق اذا هنا فين غادي نحضي اكثر من البلاصه دي يلا دابا اللي قريب ليها هي هنا هنا شوف هنا بارك عليك يلا دوري دابا كلشي عندك الفونو ديما هي الاولى انا وصيتك الفونو راه شويه قاصر يلا كيتريني شويه تنسى كرمو يلا دوري عندي بيان تخي بيان شدي لي ما تكسيليش انت راه خصك ديري الرامي خليه خليه خلي الفيتاس خلي البرومي يلا ما بقيتش تحضري عينك شيل عندي لهنا باش تكبري الدور زيد خليه وزيدي شويه قدام لي حتى تبان لك خويا يلا دوري دابا مزيان ارضي فوزي خلا دار لهي تقد لك يلا دوري عندي بارك شتي ديك 17 تكون مقاده معاك عارف راسك راه شديتي المليون قد الفون بجيتي تخي بيان دوري عندي واحد شويه لهنا خليك زيد دوري عندي شويه لهنا فراني يلا اش غديري دابا تسني تخي بيان يلا سير علاش راه سير ديجا في مارشالي غير بشويه لك شوف الحي البوطو اللي حداك من لهيه علاش ربحتي دابا علاش لانك تي شاده ليم ديالك ربحتي المسافه بارك قدي 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 البونو ديما هي الاولى واحد يلا تخي بيان يلا شاعل تسني حل الكراج يلا قدي قاري لهنا قاري لهنا صافي زيد شويه صافي يلا علمي بكلاكسون صافي يلا قدي يديك قدي يديك يلا قبل ما تطلقي قبل ما تطلق كسيري هو الاول باش يعطي واحد السخان يلا هز لومبرياج خايب يلا شفتي كيف تدي صنع الجناح دوري عندي هنا يلا ستي الكراج والله تسد اوتوماتيك يلا سير بارك فراني شويه دوري عندك يلا دوري دوري عندك اليسار 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 قيسي الفران قيسي الفران انا وصيتك على الفران فراني مزيان اش تلقيه فراني 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 زيد شويه
يلا دوري كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء زير لامبرياج شوية دوري عندي يلا مر شريع بارك عليك فران بارك 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 خلاتي يلا ديري بكم يلا سير هز خلاص خلاص نعاود نخرجها غادي نخرجها باش نوريك واحد الطريقة إلا خطأتي زير لامبرياج مزيان زيد عندك التيسع ديال جوج متر راه داخلة دوري عندك وزير لامبرياج دوري عندك صافي وزقي زير لامبرياج بقاي ديما في بلايص الزحام سيري بشوية دوري دوري تاني بركع لامبرياج مزيان بركع لامبرياج خرجوا دوري عندي دوري لهنا خليك خليك لامبرياج فراني فراني يلا دوري لعندك دوري خليها خليها شوية نفس العملية خليها دار خليها دار زير لامبرياج مزيان فراني فراني يلا دير مارشاريا شو هذاك شتي كي زيرو دابا مشكلة فاش يبغي يدخل طوموبيلة كبيرة دوري عندي واحد شويه لهنا زير لامبرياج فراني تتمشي بالجهد خصك تمشي بالشويه قلت لك بحال غادي على البيض يلا زيد مازال زيد مازال يلا دوري دابا مزيان شويه شويه حسيت بك تخربق لك لو سيستيم زيد مازال زيد تيساعدك بارك فراني فراني يلا قد الرويد دابا لينا فريد صافي راه الرويد نيشان مثلا الطوموبيل عندها هادشي واش مسجل؟ واه لا محال لا لا عاس سير عطيك شي شي على داك الفلاش دابا مثلا ما خديتش القرار وزدتي تال فشلاتي ديري برومي مثلا زدتي وما عطيتيش واحد الزخم ديال الكسيراتور باش باش السياره تلونسي مزيان ومشيتي تالوسط وحلات لك غادي دير الديماراج اون كوت واخا غادي دير الديماراج اون كوت غادي القضيه ديال الفران امام وخصك واحد الكسيراتور والطوموبيل ما غاديش تدير اذا الا وقع لك مثلا زيدي شويه قدام زيدي زيد زيد مثلا بلا ما تكسيري زيد 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 كسيري واحد شويه زيد 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 بارك لومبريش فرنش فراني فراني دابا فشلات ما عندهاش القوه باش تطلع وصلتي حتى لهنا وحلتي واش غادي ديري فران امام وتكسيري وتهبطي فرنامه وواحد الصوت غادي تعطى في الطوموبيل برافو اذا شنو التكنيك غادي انت اعطيني فمك اعطيني اوران مهضري معايا كيفاش غديري بالي غادي نرجع كيفاش الطريقه غادي تتم غادي نبدا كنحيد شويه بلون بغي فران وبقي شاد برافو يلا فراني شويه اي ارضي عليك تخي بيان هذا هو هذه الطريقه المزيانه فهمتي اذا ما بقاش عند داك الزخم ديال الكسيراتور مثلا وصلت للوسط كنوقف ونطلق الفران ونبقى بارك على اللومبرياج ونخليها ولكن الا كنا مثلا طالعين فشي طلعه وطرات لينا مورانا الناس هذيك الطلعه ماشي بحال هذه هذيك راه وريتها في الدرس 22 و34 ولكن ديال الكاف صعيب خصها واحد الكسيراتور قوي فهمتي اذا انت تطلقي الفران طلق الفران وخليها خليها 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 ردي عليك خليها خليها حتى ترجعي لبلاصتك شفتيها فراني دابا وحلي دابا الكراج هادي هي التكنيك اللي تبعي اذا هنا باش باش فاش تنبغي ناخذ القرار تناخذو يكون بالكسيراتور فهمتي نعطي القوه ديال الدفع باش السياره تطلع يلا سيري دابا شدي الفون بيديك مقادين راه تتهيئي راه بحال بغيتي ديري شي ميسيون يلا هز لومبرياج سير طلق لومبرياج الطوموبيل باكي لا طوموبيل لا والو حيدي السيراتور طرت لك البال تتهزي الهم اكثر من القياس واش فهمتي خصك تعرفي اش ديري ماشي شفت اش عندي اش عاودوا هادو ديزل فوالا عاودوا الكلاكسون شتي حاجه ما هيش ندير الكلاكسون حسيت بالقضيه غادي نتاثر بزاف نوقف ونعقب نعاود من جديد يلا دوري عندي هنا دوري عندي مزيان يلا صافي يرحمك ورا كاع الطحق صوتنا يلا سير وهذا الخطا اللي درتي قبيله ما تعاوديش لا رضي عليك زير لومبريش عفون طلات وهنا الفران شوفي شوفي شوف ها هو نبقى بارك تنفس فران شفتيها فراني دابا فراني لان الهبطه غادي تمشي الراسه
تقيني شويه، ارضي عليك هي الهبطه باش ما تهربش ليا ونوليو لاقي مشكل في الدوران. خليها بقى في اليمين، زيد شوفينا، فراني فراني شفتين قد معاك، يلا دوري دابا عندك، يلا سير بشويه عليك صافي بشويه، عقلي هاد القضيه اللي علمتك ديال البوطو، دوري عندي هنا زيد دوري. خليها دوري عندك لعندك، زيد دوري. اش تسني؟ هز لومبريج كون يدخل هو لهنا، واه زير لومبريج راه غادي يدخل هو تماك. خليها خليها خليها، راه دوري عندي لهنا، زيد دوري عندي لهنا، زكاي زيد دوري مزيان، زيد 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 فراني قد الرويت، واحد زيد اخرى، جوز شويه قدام، زيد شويه قدام، زيد شويه عاب شويه، بارك عليك، دير بام وسط هزي فرانا ما، يلا على سلامتك. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.